المفروض يكونوا موجودين فيه. طب ماتش النهارده بقى يا كابتن طارق، يعني شفته ازاي؟ شفت ازاي اسلحه الاهلي الهجوميه طبعا مع اصابتين في اول 7 دقائق، صلاح محسن واحمد عبد القادر، نزل زياد طارق وحسام حسن، شكل الاهلي الهجومي وازاي واجهوا المقاولون العرب؟ اولا في شكل عشوائي للنادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيجي يبدا من تحت زي ما احنا بنقول بيلد اب، وعايز يبدا الكره من تحت، ما فيش تحركات لعيبه نص ملعب. ادي واحد، اول ما تتزنق بتلعب الكره الطويله، بتلعب على الكره الثانيه حتى بتفقدها. كل هذه الامور تكتيكيا دي بتاعت مدرب، ان انا ازاي ابدا من تحت، ازاي اشتغل كرتي من اول الخط الدفاعي لخط الوسط لخط الهجوم. التحركات حتى مش لاقينها، العشوائيه في الكرات الثابته، مش شايفين كرات ثابته فيها الحلول اللي احنا نقدر نتكلم عليها. كل ما هو واحد مكسيكوني ده النهارده، ولا اسمه ايه، ميكي سوني، ميكي سوني ولا المهم ميكي دلع، هو ميكي بصراحه، هو ميكي بصراحه خالص يعني فعلا أمان. هو الدرجة ميكي دي ترى سيئة؟ لا عادي عادي، الافارقه كلهم اللي موجودين في النادي الاهلي او المحترفين كلهم، بس ما عدا علي معلول انا شايف ان هم عاديين، بما فيهم ديانج. بما فيهم ديانج حاليا كنا نتعشم فيه ان هو يكون في حته تانية، لكن هو حاليا عادي جدا. ديانج ده بكل صراحه كان محتاج له مدرب يطور امكانياته، مش ده مش تقليل من موسيماني. هو كان لحق فايلر مش فاكر، لكن هو مش تقليل من موسيماني، لكن ديانج ده امكانيات هائله محتاجه من يطورها، مش لحق فايلر معك. لكن هو أنا ما لحقش يقعد مع فايلر كتير. انا شايف ستايله في اوروبا اكتر. ايوه عنده يعني الباور، وعنده ما شاء الله يعني صحته كويسه، والقوه الجسمانيه بتاعته قويه، يلعب في اوروبا افضل كمان. لكن هو مع مجموعه اللعيبه، مع طرق اللعب المختلفه، وخلي بالك دي نقطه مهمه، انا موسيماني بيلعب بطريقه، ويجي كابتن سامي امصان بيلعب بطريقه، ويجي سواريش بيلعب بطريقه، كل ده بيشوش على تفكير اللعيب. علي معلول بتتكلم عليه ان هو افضلهم علشان تاريخه ولا عشان دلوقتي؟ لا مش دلوقتي، مش دلوقتي. ايه سبب مشاكل، ايه مشاكل علي معلول دلوقتي اللي مخليه لسه هو من اهم اسلحه الاهلي الهجوميه، حتى والاهلي وحش لكن مش علي معلول اللي هو علي معلول. عامل السن يا هاني بيفرق كتير جدا. عامل السن طبعا مع ضغط المباريات، هو برضو لعيب منتخب خلي طبعًا بالك طبعًا. يعني كان بيلعب مع منتخب تونس، ويروح ويرجع يلعب مع النادي الاهلي، ولعب في افريقيا، ففي كم مباريات كتير جدا لازم يكون محطوط له تمارين متخصصه لعلي معلول، عشان السن بيفرق. 33 سنه 34 سنه غير لاعب عنده 18 19 سنه. أيوه. فامر طبيعي جدا ان هو المستوى ينخفض بهذا الشكل. مش هتكلم في ضربه جزاء، مش هتكلم في كروس ما اتعملش، لكن هو عنده رصيد عند الناس. صح. عنده رصيد كبير جدا للناس، 6 سنين متالق مع الفريق، 6 سنين صنع اهداف كتير جدا واحرز اهداف للنادي الاهلي، فاعتقد هو افضلهم حاليا في الوقت الحالي. قلت من ايام انه في اكتر من لاعب لا يستحق انه يتواجد في الاهلي، مين يعني بدون ذكر اسماء المحترفين او الاجانب مبدئيا؟ الاجانب انا شايف عاديين، مش هم دول الاجانب اللي دفور. يعملوا معاك الفارق. ايوه في بعض اللعيبه في الخط الخلفي اقل من العاديين، ما يلعبوش اصلا في النادي الاهلي. لعيبه في وسط الملعب بيخافوا يلعبوا تحت ضغط، ما بعرفش يستلم كره تحت ضغط. في لعيبه مهاجمين ما بتعرفش تجيب جول. طب انت في كل خط عندك في النادي الاهلي لعيبه مش هي ده مستوى النادي. ليه انا بقول كده هاني؟ الطبيعي لعيبه الاهلي والزمالك يكون في فروقات ما بينهم وما بين الانديه الثانيه، عشان ده بتلعب في اكبر ناديين في افريقيا، واكبر ناديين في الوطن العربي كله في مصر. فانت علشان تكون عندك الفوارق دي لازم تكون مختلف عن اللعيبه الثانيه. تمام صح. لعيب لازم يلعب تحت الضغوطات، يلعب فنيا في اي بقى. النهارده سمعت مثلا سواريش بيقول تصريح غريب، اصل الملعب ما كانش مرشوش، اصل الجو كان حر، اللعيب بيلعب في اي حاجه. ماتش المقصه قال كده. مع احترامي وتقديري يعني انا معلش، يعني انت كده كسبت 1-0 عشان الملعب ما كانش مرشوش، ولو بس ارضيه الكليه الحربيه مشكله هني صراحة. ما احنا كنا بنلعب على مش مختلف معاك انه مبرر مش هو السبب الازمه. احنا طول عمرنا بنلعب على الكليه الحربيه، طول عمرنا كنا بنلعب في الارض والنجيله كانت بتبقى عاليه، ما مش هنطلع نتكلم على سلبيات. وفي فنيات كتير جدا هي بعيده عنك وعن لعيبتك، مع احترامي وتقديري. طب تعال نشوف قال ايه بعد ماتش النهارده، هتلاقي نفس الكلام، مش هتلاقي جديد. نشوف ونعلق مع الكابتن.